فين ال عاوز انا اللون اخضر 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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله. السلام. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. توقفنا في المحاضرة السابقة عند المصحف أو شكل المصحف عند الخليل بن أحمد الفراهيدي، وتحدثنا عن تطورات الرسم المصحفي أو ظاهرة الرسم المصحفي من أول العهد النبوي ثم البكري ثم العثماني، وتحدثنا كذلك عما فعله أبو الأسود الدؤلي في مسألة نقط المصحف الشريف، وهو نقط الإعراب. ثم تحدثنا بعد ذلك عن نقط المصحف من الناحية الإعجام، وهو في هو على يد يحيى بن يعمر ونصر ابن عاصم، وكان في العهد الأموي. ونتحدث بإذن الله تعالى على المرحلة يعتبر الأخيرة في تصوير شكل أو رسم ظاهرة أو ما يعرف بظاهرة الرسم المصحفي، وهو على يد الخليل ابن أحمد الفراهيدي، توفى في عام 1079 من الهجرة. توفى في عام 179 من الهجرة. الخليل بن أحمد الفراهيدي قام بعدة أمور مما قد قام بها أبو الأسود الدؤلي، فقد غير الخليل بن أحمد الفراهيدي نقط الإعراب الذي فعله أبو الأسود الدؤلي بالعلامات المعروفة في يومنا هذا، الفتحة والضمة والسكون والشد. إذا تغيير الحركات أو تغيير النقط الذي فعله أبو الأسود الدؤلي، قد قام بتغييره الخليل بن أحمد الفراهيدي الفتحة، وأخذ الفتحة من الألف، والضمة أخذها من الواو، والكسرة أخذها من الياء، والشدة أخذوها من كلمة شديد، والسكون أخذوه إما من السفر اللي هو الدائرة المستديرة، والسفر كما تعلمون لا يعطي أو يعبر عنه باللا شيء، يعني كالسكون شيء مهمل أو حرف مهمل. كذلك أخذوا رأس الحاء، رأس الحاء هذه كذلك دلالة على السكون. هذا ما فعله الخليل ابن أحمد الفراهيدي بإيجاز. ولكن كان في أمر في المحاضرة السابقة لم نتعرض له، وهو تقسيم صور القرآن. تقسيم صور القرآن، بعدما أقول تقسيم صور القرآن إن شاء الله سنكتب الرسم الذي فعله الخليل ابن أحمد الفراهيدي. قسم أو يقسم القرآن إلى الطول بفتح الواو، ثم المؤون، ثم المثاني، ثم المفصل. مرة أخرى، يقسم أو تقسم صور القرآن إلى الطول، ثم المؤون، ثم المثاني، ثم المفصل. الطول من سورة البقرة إلى آخر سورة التوبة، هذا ما يعرف أو ما يسمى بالسبع الطول من البقرة إلى آخر التوبة. ثم المؤون، أي الصور التي تقترب أو التي يعني تتخطى المئة، الصور التي تتخطى المئة كسورة النحل، كسورة الكهف،
يعني 110 آية، 129 آية النحل، وهكذا. سورة الشعراء تعتبر من المئين، من المئين. ثم المثاني، المثاني هي ما تقترب إلى المئين، مثل سورة الحج لم يعني تتجاوز سورة الحج 100، وما سورة النور، سورة الأنبياء، كل هذا يعرف باسم المثاني. طب لماذا سميت بالمثاني؟ قيل لكثرة القصص القرآني فيها، كثرة القصص القرآني في هذه الصور، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وقيل أن المثاني يعني على خلاف أنها الفاتحة، وقال البعض المثاني هي المحكم والمتشابه والقصص والأمثال والحلال والحرام، هذا كل ما يقوله البعض أو بعض أهل العلم في مسألة المثاني، وإن كان الرأي الراجح أن المثاني هي سورة الفاتحة، ولكن نحن نتحدث عن تقسيمات سور القرآن. ثم بعد ذلك يأتي المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، المفصل من سورة قاف إلى آخر الناس. لما سميت هذه السور بالمفصل؟ أولا لكثرة البسملة أو للفصل بالبسملة بينهم، تجد السورة صغيرة ثم بسم الله الرحمن الرحيم، تنتهي من سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لومزة، تنتهي سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يبقى سميت بهذه السور بالمفصل أولا لكثرة البسملة أو الفصل بالبسملة بين هذه السور، أو لقلة الناسخ والمنسوخ فيها. هذه السور من السور المحكمة، يعني كل الأجزاء اللي هي في آخر القرآن أجزاء محكمة. ما معنى محكمة؟ لا تجد نسخ ومنسوخ، ومعظمها مكية، يعني نزلت قبل الهجرة. يبقى كل المفصل من أول قاف إلى سورة الناس. طيب، وعندنا التواسيم والحواميم. التواسيم يعني طاسم ميم، سورة القصص وسورة الشعراء وسورة النمل طاسين فقط. وعندنا الحواميم الستة، تبدأ من سورة غافر وتنتهي في الأحقاف، صحيح؟ عندنا كذلك في هذه الصور كان للرسول صلى الله عليه وسلم ختمة في القرآن، بكيف بختمة يعني يختم القرآن كل أسبوع مرة صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير على قاعدة فمي بشوق. نكتب هذه، فمي بشوق. ما معنى فمي بشوق؟ الفاء أي الفاتح، الميم المائدة. فكان أول يوم يأخذ من الفاتحة إلى آخر النساء، في اليوم الثاني يأخذ من الميم المائدة إلى آخر، هنا الياء يونس عليه السلام، إلى آخر التوبة اليوم الثاني. اليوم الثالث سيفتتحه بصورة يونس إلى الباء، الباء هنا تفيد بني إسرائيل، سورة الإسراء. يبقى كان يقرأ إلى النحل، آخر النحل، ده هذا اليوم الثالث. اليوم الرابع يأخذ من بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء إلى الشين، الشين الشعراء، يعني قبلها الفرقان. ثم اليوم الخامس من الفرقان إلى والصفات، يبقى ياسين، الواو تفيد والصفات. ثم اليوم السادس من الصافات إلى سورة الحجرات. ثم قاف، سورة قاف، اليوم السابع من قاف إلى الناس. هذه كانت ختمته صلى الله عليه وسلم، كان يسير على قوله فمي بشوق، فمي بشوق. يبقى نحن بذلك انتهينا من تقسيم سور القرآن أولاً،
وكذلك تحدثنا عن فترة الخليل ابن أحمد الفرهدي. سأكتب لكم الآن الرسومات من أول العهد البكري إلى الخليل ابن أحمد الفرهيدي، ونفرق بين ما حدث في تطور الرسم أو ظاهرة الرسم العثماني، ثم ننظر بعد ذلك إلى آخر ما وصل إلينا الآن وأول طبعة طبعت للمصحف في المطابع، سنتحدث عنها بإذن الله تعالى. الرسم الأول كتب بالمداد الأسود، المداد يعني الحبر الأسود هكذا، كما أخذنا في أول محاضرة. ثم هذا في العهد البكري والعهد العثماني. في آخر عهد سيدنا عثمان بدأ هكذا، اللي هو نقد أبو الأسود الدؤلي. بس طبعا المداد كان لونه أحمر، عذرا، المداد اللي هو الحبر كان لونه أحمر. اللي هو نقط الإعراب. هذا العهد يعتبر في عهد سيدنا عثمان أخره وعلي ابن أبي طالب. هنا العهد البكري، العهد العثماني، ماشي. العهد بقى الأموي على يد الحجاج ابن يوسف الثقفي، المصحف هكذا. عندنا نقد الخليل، نقد أبي الأسود هكذا، هكذا، ده نقد. ثم أضيف إليه نقد الإعجام اللي هو يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، الحمد لله ربي العالمين. لا مش هنا، عذرا، انه ربي العالمي بالمداد الاخضر. هكذا التطورات. يبقى ده التطور في العصر الاموي، الحجاج او عبد الملك بن مروان، هذا الشكل الثالث. الشكل الرابع وهو ما احدثه الخليل بن احمد الفراهيدي، عندنا نقد كان نقد يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، نقد الأخضر هذا، نقد الإعجام اللي هي الباء الموحدة والثاء والتاء المثناة وهلم جر. أتى الخليل بن أحمد الفراهيدي وغير علامات أبي الأسود الدؤلي، فجعل الفتحة هكذا من الألف، والسكون مختلف فيه، البعض يجعله رأس حاء كما عندنا في المصاحف على عكس مصاحف أهل المغرب، عندهم السكون هكذا. فبغض النظر سواء كتبنا هذا أو ذاك، الحمد، والضمة أخذها من الواو، ربي الفتحة، ربي ثم الشدة. أتت كلمة الشدة من كلمة شديد، ده علم ضبط يا جماعة، كلمة شديد بعد أن طمست هكذا، هكذا، ثم أخذنا السين ووضعناها، شديد أي قوي، هكذا أتت الشدة، ربي ثم الكسرة، وأحيانا توضع هنا
عالمينا او نخليه بالاحمر. هذا ما احدثه الخليل. يبقى احنا هنا عندنا الخليل ابن احمد، وعندنا هنا يحيى ابن يعمر، وعندنا هنا ابو الاسود الدؤلي، وعندنا هنا الخط المصحفي الاول اللي هو ايه، الخط المسند او الجزم او ما تاثروا به بالخط النبطي في اول محاضره تحدثنا عنه. هذا هو شكل المصحف في التطورات في 150 عاما، يعني 150 سنة أو 150 عاما، هكذا ما وصل إليه المصحف. طيب ما حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك تطور في زخرفة المصحف. لو تتذكرون في المحاضرة السابقة تحدثنا أن التصوير، النطق تصوره في حروف أو تصوره في حروف، صحيح؟ ثم المرحلة الثانية زخرفة الكتابة، كما أشرنا الخط عندكم أنتم في لغتكم أحيانا تكتب الحرف بشكل ما، مثلا كبير أو صغير، هذه تسمى زخرفة. عندنا من أول من بدأ زخرفة المصحف أو بدأ يحدث ابتكارا ويعتبر المهندس والمخترع في هذا في خط المصحف الخط الكوفي هو ابن مقلة الوزير. ابن مقلة الوزير متوفى، ابن مقلة متوفى سنة في عام 324 هجرية. ابن مقلة الوزير، هذا الرجل يعني يعتبر وزير أو يعني وزير الخط، وزير الخط أشاروا إليه في الكتب بهذا وزير الخط. هذا الرجل كان يعني ما وصل إليه في مسألة الزخرفة فاق عصره، ولكن كان له وكان وزيرا لثلاث خلفاء لبني العباس، وكان من شيراز إيران، ولكنه قتل شر قتلة على الرغم ما فعله برسم المصحف، لأنه آذى بعضا من أهل القرآن، وهذا الحضرة من يعني من إيذاء أهل القرآن. ماذا فعل ابن مقلة؟ وذكر هذا الأثر الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبرى. هناك يعني عالم جليل من علماء القراءات اسمه ابن شنبوذ. ابن شنبوذ هذا عالم جليل في علوم القراءات، وكان متصدرا للإقراء في عهده، يعني كان قويا متينا راسخا عالما، ولكن كان يقرأ بأحرف ابن مسعود، كان يقرأ بأحرف ابن مسعود اللي هي الأحرف الشاذة، يعني إيه؟ أما السفينة فكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، ومثلا والليل سورة الليل وما خلق الذكر والأنثى يقول والذكر والأنثى إن الله لا يظلم مثقال نملة. قالوا نحم، فأذن مؤذن بينهم، قالوا نحم، قلب العين حاء، دي كلها أحرف ابن مسعود، هذه أحرف كان يقرأ بها ابن شنبوز. فكان في عصر ابن شنبوز إمام زمانه ابن مجاهد، متوفى في عام 323 من الهجرة. ابن مجاهد الوزير ابن مقلة أتى بابن مجاهد ومعه العلماء وابن شنبوز بمفرده، ثم أقام بينهما مناظرة، فقال له ابن مجاهد أنت تقرأ بأحرف أصبحت شاذة وتخالف الرسم المصحف وتخالف كذا وكذا. فابن شنبوز رد عليه، ابن شنبوز بدأ يرد عليه. المهم انتهى الأمر أن الوزير ابن مقلة هذا أمر بجلد ابن شنبوز أن يجلد أمام الناس. هذا عالم قراءات وعالم قرآن وحافظ للقرآن، تجعله يفعل به كما يفعل بالسفهاء. فبالفعل أخذوه على
الهنزبين. الهنزبين هذا يعني شيء يوضع الإنسان هكذا ويزال عنه ملابسه ثم يجلد. فوقف ابن شنبوز ثم ضرب ابن شنبوز ما يقرب من 10 جلدات أمام الناس، 1 2 المهم قال أرجع لا أقرأ ولا أقرئ بأحرف ابن مسعود. بس بعدما ضرب أمام الناس وأهين وهو من أهل القرآن، ثم دعا على ابن مكلة: اللهم اقطع يده، اللهم شل يده واقطع لسانه. يعني دعا على الوزير ابن مكلة. من الذي دعا عليه؟ ابن شنبوز. بعدما ضرب ابن شنبوز دعا على هذا الرجل، وكتبوا محضرا عليه، محضر يعني ورقة، اكتب يا ابن شنبوز أنك لم ولن تقرئ بأحرف ابن مسعود. فكتب هذا المحضر وختم عليه أمام الناس. وهذا المحضر ذكره الإمام الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبرى. ثم في آخر زمان ابن مكلة يعني انقلب عليه الخليفة، فقطعت يده وقطع لسانه وأصبح يلعب به بالصبيان وذهب عقله. هذا كله مما فعله بابن شنبوز لأنه أهان أهل القرآن. ثم علق أبو شامة على كلام يعني على ما حدث لابن شنبوز وقال: ما كان ينبغي لابن مكلة أن يفعل هذا بأهل القرآن، فكان عليه أن يعنفه أو يحبسه ولا يفعل به ما يفعل بالسفهاء والمجرمين. المهم ابن مكلة هذا كما أشرنا هو وزير الكتابة، وعلى الرغم من بعد أن قطعت يده كتب بها كذلك، كان يكتب بها ويزخرف بها الكلام أو الكتابة. ثم بعد ذلك أتى ابن البواب. هذه ابن البواب هذا متوفى في 414 هجريا، كتب المصحف في بغداد في 390 هجرية، اسمه مصحف بغداد. هذا لو معكنا ومعكم الورقة الأخيرة من الرسم، هذا هو مصحف بغداد كما ترون الكتابة كما عليها المصحف في زماننا. هذا كان في زمن من أو في القرن الكام؟ القرن الرابع أو الخامس الهجري. وهذا ما عليه رسم المصحف. انظروا، يظهر في ظاهرة هذه المخطوطة الحركات للخليل بن أحمد، تظهر نقط الإعجام ليحيى ابن يعمر، ثم زخرفة الخط كما انتهى. يعني يعتبر هذا الخط المصحفي أو الخط المسند أو خط الجزم انتهى في هذا الزمان، ثم بدأ في القرن الرابع الهجري يأخذ منحى آخر وهو منحى الزخرفة كما تشاهدون. طيب، بهذا نكون قد انتهينا يعتبر من رسم أو تاريخ المصحف إلى القرن الخامس الهجري، يعني بنتحدث في يعني إلى 500 الخامس الهجري إلى 500 من الهجرة. طب ثم بعد ذلك كيف بقى طبع المصحف أو المصحف؟ أول طبعة من المصحف كانت في 1566 لسليمان القانوني، تركيا، أول من طبع المصحف في المطابع المعروفة، كان في 1566 اللي هو المصاحف بقى تكون كما في أيديكم الآن. ده كان على مين؟ على يد سليمان القانوني في 1566. ثم أتت طبعة أخرى في ألمانيا في 1701. هذا ميلادي. ثم أتت النسخة التي صار عليها الناس يعني ظهرا على يد الشيخ المخللات المصري في 1790 ميلادية، وهذا ظل عليه الناس
إلى منتصف الخمسينيات، يعني 1955 ميلادية. فهذه هي الطبعات التي طبعت، كانت هذه أول طبعة، ثم هذه، ثم هذه. في طبعة أخرى كانت في إيطاليا، ولكن هذه الطبعة كانت محرفة، يعني كان فيها تحريف، كان فيها تحريف للقرآن الكريم. وطبعا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذه يعني سبحان الله فضح أمرهم، وهذه النسخة قد أعدمت. طيب، بعدما انتهينا من تاريخ المصحف، ما واجبنا تجاه كتابة المصحف؟ أولا، لابد من اتباع الخط كما هو وكما نقله الأئمة، نتبع خط المصحف ولا نحيد عن سواه، ولا يكتب المصحف بالخط الإملائي الحديث، يعني لا يجوز أن أكتب الصلاة هكذا، يعني ما ينفعش الصلاة هكذا، لا يجوز، أو الزكاة هكذا، لا يجوز. هذا هو الخط الاصطلاحي. يبقى أول شيء لابد أن يكتب المصحف بما عليه الكتبة الأولى. ولذلك حينما سئل الإمام مالك أيكتب القرآن على ما استحدثه الناس، قال لا، إلا على الكتبة الأولى. ما معنى الكتبة الأولى؟ أي الخط الأول الذي سطر به المصحف، اللي هي الصلاة ترسم على واو، والزكاة ترسم على واو، والأحرف القرآنية التي فيها الزيادة والتي حذفت منها، زي وعتوا عتوا كبيرة، جاءوا، فاءوا، باءوا، كل هذا، عفوا في النساء تجد الألف محذوفة، والخط الاصطلاحي لابد أن تكون الألف فيه موجودة. طيب، يبقى هذا أولا. الأمر الآخر، لا يجوز أن يكتب المصحف بالخط الصغير. وحينما وجد عمر رضي الله عنه رجلا قد كتب المصحف بخط صغير، خط صغير هكذا، فضربه بالمقراء وقال عظموا المصاحف، عظموا المصاحف، يعني ايه؟ كبر المصحف. ما ينفعش، يعني لا يجوز أن تجعل خط المصحف هكذا صغير، عظم المصحف. طب واحد يقول الآن في أحجام كثيرة من المصحف، حجم صغير وحجم كبير ومتوسط وما إلى ذلك. أنا أمكن ما نقله الأئمة، ولكن يعني إن كان هناك يعني الأحرف ليس فيها طمس، يعني الأحرف ليست زائلة، فلا بأس ولا حرج. لكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وجد الرجل قال له عظم المصاحف وضربه، لأنه وجده يكتب الخط صغير. الأمر الآخر، وهذا ما شاهدته، أن البعض يمسك المصحف ويضع عليه شيء في بلادكم، هذا لا يجوز. المصحف لا يعلى عليه، وهذا ما قاله بدر الدين الزركشي في البرهان في علوم القرآن. أو شخص يضع على المصحف الهاتف، أو في السورة، يعني مثلا السورة هكذا يضع قلم، أو يضع الهاتف هكذا، أو يفعل في المصحف هكذا، يقلب المصحف. هذا كله ليس من باب تعظيم المصحف، ولا يجوز أن يتوسد بالمصحف، يعني شخص ينام ويضع المصحف أسفله، لا يجوز هذا. المصحف يعلو ولا يعلى عليه، المصحف يعلو ولا يعلى عليه. كذلك يجوز تقبيل المصحف. البعض يقول أنه بدعة، ليست ببدعة، يجوز تقبيل المصحف ولا شيء فيه البتة. ما دليله؟ فعل عمر رضي الله عنه، كان يقبل المصحف ويقول عهد ربي ومنشور ربي، يقبل المصحف سيدنا عمر ويقول عهد ربي ومنشور ربي. وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف كل غداء، يعني كل ليلة يقبل المصحف ويمسح به وجهه، سيدنا عثمان. والدلالة الأكثر على تقبيل المصحف وجواز تقبيل المصحف أنك تقبلين، وأنك تقبل الحجر الأسود، يعني أنت تقبل الحجر الأسود، أليس كذلك؟ لأنه من الجنة. طب هذا الكتاب من عند الله، أليس هو الأولى بالتقبيل؟ أليس كذلك؟ بلى، يعني المصحف أنت تقبل الحجر الأسود، لماذا؟ محبة فيه وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وكذلك حينما نقبل المصحف تعظيما له، ويعني كما قال أحدهم قياسا على تقبيل يد الوالدين، تقبيل يد العلماء، فأنت تقبل العلماء، يد العلماء، وتقبل يد والديك،
ما المشكلة أن تقبل المصحف وهو أجل وأعلى لأنه كلام المولى سبحانه وتعالى. يجوز تفضيض المصحف. ما معنى التفضيض؟ تفضيض يعني كتابة المصحف بالفضة أو التطريز بالفضة، يعني تجعل الدفة دفة المصحف يعني الجلدة بالفضة لا بأس. وقال البعض يجوز بالذهب، ولكن يعني كرهها البعض وقال لا يجوز لأن الذهب للمرأة، لأن الذهب للمرأة. ولا يجوز مد القدمين أمام المصحف، يعني هكذا المصحف لا يجوز أن أمد قدمي في وجه المصحف، لا يجوز. هذه طيب حينما تبلى بعض الصحف أو بعض المصاحف تقطع، ما يفعل بالمصحف؟ يجوز أن يحرق، وقيل يغسل بالماء، ولكن الأولى الحرق ثم الدفن. يعني يجوز أن إذا تلفت ورقة من ورقات المصحف قطعت، يجوز أن تأخذ أو يجوز أن تأخذي هذه الورقة وتحرقيها، وبعدما تحرقيها تدفن هذه الورقة تدفنيها، فلا حرج ولا بأس. هذا كله يعني ما نريد أن نتحدث فيه في مسألة تاريخ المصحف ومسألة الكتابة وما ينبغي أن نفعله تجاه المصحف الشريف. وهناك أمر آخر، الصبيان، تدريب الصبيان الأطفال الصغار، وإن كان العز بن عبد السلام جوز أن يكتب المصحف للأطفال الصغار بما استحدثه الرسم، ولكن الأولى أن نعود أبناءنا على رسم المصحف حتى يعني يشبو ويرجو ويكبر على هذه الإشارات أو هذه الظاهرة وترسخ في ذهني، فيعلم أن هذا الحرف مرسوم بواو، وهذا الحرف مرسوم على ياء، وهذا الحرف مثلا حذف، وهذا كذا. فلا بد للأطفال، إحنا عندنا في الأزهر نجعل الأبناء الأطفال البنات سواء في الثانوي أو في الإعدادي أو في الابتدائي يكتبون اللوح. اللوح يعني الصفحة، عندهم صفحة أو نصف صفحة. البنت مثلا تروح كاتبة وتبص تنظر في المصحف وتكتب، تنظر في المصحف لماذا؟ لأن حتى تتعود عيناها على شكل الأحرف تكتب، ويكون هناك كشكول يعني كراسة دفتر تتابع أو يتابع المدرس أو المحفظ أو المحفظة الطالبة، ويعلم عليه أن البنت أو الطالب أو الطالبة قد كتبت اللوح. هذه أمور يعني ينبغي أن توضع في الحسبان في مسألة تاريخ المصحف. ثم يأتي بعد ذلك بقى يعني درس جديد وهو المصطلحات. هو إيه المصطلحات؟ الأستاذ عمر قد يعني مر عليكم وعليكنا وأعطاكم بعض الورقات في المصطلحات القرآنية أو المصطلحات يعني بعض من مصطلحات القراءات وليست مصطلحات القراءات يعني كلها، لأننا لا نطالب مصطلحات القراءات بأجمعها لأننا لسنا متخصصين. نحن الآن يعني يعتبر إيه نفتح الباب فقط. أول شيء يقابلنا في المصطلح هو القراءة، ثم التلاوة، ثم الأداء. القراءة بالمعنى العام، يا أستاذ عمر طب ممكن تترجم لهم الأولى؟ طب احنا نتوقف هنا والأستاذ عمر يلخص ما قلته في تاريخ المصحف حتى يتسنى لنا أن نبدأ في مسألة المصطلحات، حتى لا يكون يعني إيه كل شيء يعني مرة واحدة. تترجم هذا؟ نعم؟ تترجم هذا؟ لا لا لا، تترجم ما قلته في هذا. ini terkait dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Pertama tentang taksir mushaf. Pembagian taksir sesuai Al-Qur'an. Pembagian surat-surat Al-Qur'an itu ada empat. Yang pertama sebuah kiwat yang panjang. Yang kedua dari surat ayat itu di awal-awal Al-Qur'an. Ya, Bapak, ya. سبع طلقة من البقرة إلى سورة التوبة. dari surat al-Baqarah sampai surat at-Taubah itu satu kiwat. Kemudian الطول
الطول او الطوال تمشي بين الطول والطوال الطول او الطوال المؤون مقلة بالقاف مقلة مقلة بالقاف مقلة
وتربيع وتجزيء المصحف الشريف. ما معنى تجزيء أو تربيع أو تثمين المصحف؟ مثلا نقول سنقرأ ربعا أو نقرأ ربعين أو نقرأ حزبا أو نقرأ جزءا أو نقرأ
ثمنا، الثمن نصف الربع، الثمن نصف الربع، هذا معنى القراءة بالشكل العام. طيب، من المفروض أنني كنت أجد سؤالا منكم جميعا: يا شيخ، علامة الجزء وعلامة الربع وعلامة الآية رأس الفاصلة هذه من أين أتت؟ يعني مثلا الآية رقم 1، الآية الثانية، الآية الثالثة، الآية الرابعة، وهلم جرة. مثلا الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، من أين أتى؟ يعني نجد أحيانا علامات الأرباع وعلامات الأجزاء ترتبط بما قبلها. نجد مثلا في سورة النساء أول الجزء الخامس: والمحصنات من النساء، الآية رقم 23 ترتبط بالآية حرمت عليكم، يعني على الرغم من هذا حرمت عليكم ترتبط ب والمحصنات، والمحصنات هو علامة الجزء، صحيح؟ نجد يعني ومن لم يستطع منكم طولا يعتبر كلام جديد. نجد مثلا في إنما السبيل على الذين يستأذنونك أول الجزء الحادي عشر، أول الجزء الحادي عشر، المفروض إنما السبيل يرتبط بما قبله، فلذلك نجد في خلاف أظن في بعض المصاحف عندكم يجعل علامة الجزء يعتذرون إليكم، هو علامة الجزء الحادي عشر وليس إنما السبيل، ففيه اختلافات. وهلما جرى تجد كثير في هذا في بعض المواطن الأجزاء في القرآن. السؤال والإجابة: من أين أتت الأجزاء؟ ثم من أين أتت علامات الآيات؟ الآيات أخذت من الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كان أحيانا الرسول يقف على آية، فالصحابة كانوا يعلمون علامة، وكانت العلامة عبارة عن ما بعد يعني العهد البكري والعهد العثماني، يضعون كل 5 آيات رأس خط هكذا، يعني 5 أخرى يضعون عين هكذا، أي 10، يعني 10 آيات، ثم بعد ذلك يضعون خاء، ثم 5 آخرون يعني 5 أخر يضعون عين، وهكذا صار المصحف خاء عين عين خاء خاء عين إلى آخر المصحف. طيب، نجد عندنا في العد الكوفي عدد الآيات القرآنية 6236 آية، 6236 آية. هذا هو العد الكوفي، العد الكوفي الذي ننتمي إليه. هناك عد آخر 6221 آية، العد المكي، و 6226، وهكذا. طب هل هذا يعد نقص في المصحف؟ لا، هم كانوا مختلفون أو كانوا مختلفين في مسألة الآيات التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا كان الرسول أحيانا يقف ألف لام ميم يقف عليها فيضعون العلامة مثلا، وأحيانا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب يصلها، فأصبحت عندي في العد الكوفي آية، وفي الأعداد الأخرى المدني الأول والمدني الأخير والحمصي والمكي ليست بآية، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه للمتقين رقم 1. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، في سورة الفاتح عند الكوفي نحن كوفيون، وعند المكي آية، عند الشامي والبصري والمدني ليست بآية، وعندهم صراط الذين أنعمت عليهم الآية 6، والحمد لله رب العالمين الآية رقم 1. فاختلفوا في هذا في مسألة عد الآية نفسه. طب التحزيب والتربيع، التحزيب والتربيع قيل إن برضو في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي هم من وضعوا التربيع والتجزيء والتسمين، وقيل أنهم أخذوا هذا من مسألة الأوراد. يعني ما معنى الورد؟ اللي هو فمي بشوك،
يعني لو احنا سرنا على فم بشوق، يعني سرنا على مسألة ختمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لن نضع أو لا نوضع في حرج في مسألة المعاني، يعني من سورة الفاتحة إلى آخر التوبة. التوبة لا ترتبط بيونس، أليس كذلك؟ ثم من سورة يونس إلى آخر النحل، هذه سورة مستقلة بذاتها. ثم من بني إسرائيل أو سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، يعني كان ينتهي بصور لا ينتهي بأجزاء، تفهمون؟ فهذا كان يعني أسلم، وكان يقرأ خمسا خمسا في كل يوم، ولذلك قالوا من قرأ الخمس لم ينس، يعني من قرأ كل يوم خمسة أجزاء يسمى خمسة أجزاء لا ينس، لا ينسى القرآن، من قرأ الخمس لا ينس. يعني كل يوم الواحد بقى منكم يقرأ خمس ويترك العمل ويترك الأولاد، ولكن يستطيع المرء أن يقرأ خمسا وأكثر. تعرفوا كيف؟ إذا كانت حافظة أو كان حافظ وهو سائر، بدل البيت هنا قريب، بدل ما يأتي بالموتور الموتسيك يأتي مشي، أو يأتي بالدراجة، الدراجة اسمها ايه عندك؟ الدراجة بسكليتة، إسبليتة؟ إسبيلة، الدراجة، أو يأتي بالموتور. أنت ساكن هنا أو ساكن هنا، بدل ما تسكن يعني أنت يعني لست ببعيد، تمشى واقرأ جزءا، اقرأي ربعين لثلاثة أربعة وأنت تسيرين، أو أنت تسير أو أنت تقود الموتور، بس الموتور من هنا إلى هنا لن تأخذ 10 ثواني، يعني من هنا إلى هنا 10 ثواني، يكون المطر ارتدي لباس المطر. فمن لذة القرآن أن تسمع القرآن وأنت تسير، يعني وأنت سائر في الطريق، وأنت تقود السيارة، وأنت تقود الموتور. اسمه إيه الموتسيكل؟ الموتسيكل اسمه إيه؟ اسمه موتور؟ الموتور، ماشي؟ هذا يعني تقرأ القرآن وتسمع، تستطيع أن تأتي بالخمسة أجزاء وزيادة. لأن يعني مثلاً في واحد يأتي من سولو، سولو هذه بعيدة، يعني لو أتى من سولو إلى هنا في هذا الطريق ينتهي من ثلاثة أجزاء تسميع، ثلاثة أجزاء، لأن الطريق حوالي ساعة يا شيخ عمر، ساعة ساعة بس بالحضر، يعني كيف بالحضر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه مراجعة، هذا ما أفعله، هذا اسمه مراجعة. إذا قرأت هذه المراجعة لكي يعني أستمر في الحفظ وأستمر في استظهار القرآن. فإذا أردت أن تراجع، راجع بهذه الكيفية. أم إن لم تكن أو تكون متمكنة في الأحكام التجويدية، لا يجوز لك أو في حقك أو في حقها أن تفعل ذلك. لابد من يفعل هكذا كما فعل ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يتقوا الذين. إذا كان متمكنا في أحكام التجويد، فما أفعله للمحافظة على استظهار القرآن، يعني مسك القرآن، عرض القرآن. طيب إن فعلت وأنت محفظ وأنت محفظة، المفروض يستظهر القرآن بهذه الكيفية، وأنت تسير لك ورد، وأنت تصلي الورد يستمر معك، يعني تقرأ في الصلاة تستمر. لكن العجيب والغريب مثلا تقرأ من هنا ثم تذهب إلى هناك وهكذا، تجد لا بأس إن فعلت هذا في ختمة، لا بأس به، يعني إن كنت تأخذ من أعلى القرآن أو مثلا من أول القرآن ومن وسط القرآن وتمشي في ختمة من هنا ومن هنا لا بأس به. لكن المشكلة تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، لا، خذ ختمة في الصلاة، خذ ختمة في الطريق وأنت تسير، أو اجعل ختمة الطريق وختمة الصلاة واحدة، تجد القرآن أصبح إيه؟ سهلا ميسورا على لسانك. فلذلك قالوا من قرأ الخمس لم ينس. يبقى علامات العلامات للآيات، عرفنا أنهم اختلفوا في هذا من وقفه صلى الله عليه وسلم. أما علامات التربيع هو اجتهاد، وقالوا من مسألة تجزئة وتقسيم القرآن لتيسير الحفظ، يعني يقول هذا الربع حتى يرتبط السهولة، يعني أقول سأحفظ ربعين ثلاثة أربع. وبيننا المشارقة وبين المغاربة اختلاف في أماكن الأرباع وأماكن الأثمان. من أراد الرجوع فليرجع إلى كتاب غيث النفع في القراءات السبع للإمام أبي الحسن علي النور السفاقسي، كاتب الثمن الربع، يقول لك علامة ربع عند المشارقة وليست بربع عند المغاربة. المغاربة نتحدث عن ليبيا، جزائر، تونس، المغرب. أما نقول المغاربة
ضبط المغاربة أو السمن أو الربع. حينما نقول المشارقة من أول مصر وأنت بقى إيه في أقصى الشرق إلى إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، كل هذه تعتبر تابعة لنا، تابعة لأهل المشرق. طيب هذه هي القراءة بالمعنى العام. ثم يأتي بعد ذلك التلاوة. التلاوة يبقى القراءة إحنا عندنا يقصد بها تحزيب وتربيع القرآن، ثم التلاوة وتلقي، يعني القراءة تحزيب وتربيع وتلقي على يد الشيوخ واستظهار للقرآن. مرة أخرى عندنا القراءة عبارة عن تحزيب وتربيع وتجزيء والتلقي عن أفواه الشيوخ والأداء كذلك. هذا معنى القراءة بالشكل العام. ثم تأتي التلاوة. ما معنى التلاوة؟ التلاوة عبارة عن تحزيب وتربيع القرآن. يعني مثلا الأخ هيجي يسمع يقول سوف أسمع يعني ربعا للشيخ ربعا، هذه اسمها تلاوة. ثم يأتي بعد ذلك الأداء. ما معنى الأداء؟ هو التلقي عن أفواه الشيوخ أو عن الأشياخ. يعني يتصدر المشهد في كل عصر من العصور شيوخ وأشياخ يتقنون الأحرف ويصونها عن التحريف وعن الزيغ، يتقنون قراءتها ويتقنون حسن الأداء. هذا هو اسم الأداء. يعني مثلا الأداء أقول لك اقرأ أفلا تعقلون، أفلا. شخص آخر يقول لك قل أفلا تعقلون، هذا اسمه في العلم علم الأداء. مثلا شخص يقول وما هم بمؤمنين، وما هم، شخص آخر يقول وما هم، شخص يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا، آخر يقول ولا تتخذوا، ولا ولا وما وما أفلا أفلا، تنزل لاختلاف الصوتيات. هذا يسمى علم أداء، علم الأداء. طيب القراءة تعم التلاوة والأداء. فحينما تذهب للشيخ يقول تقول أنا سأقرأ على الشيخ، يبقى القراءة تشمل إيه؟ التلاوة وتشمل الأداء. يبقى الأداء معناه التلقي عن أفواه الشيوخ، التلاوة تجزئة القرآن، والقراءة تعم الاثنين. يعني وأنت تقرأ يبقى أنت تأخذ إيه؟ تلاوة، تربيع، أقرأ ربعا أقرأ ربعين، ده اسمه تلاوة. وأداء الشيخ يقول لك قل ولا تتخذوا، ولا تقل ولا تتخذوا، هذا اسمه أداء. ثم بعد ذلك يأتي في الاثنين القراءة. يبقى القراءة تعم الايه؟ تعم الأمرين، التلاوة والأداء. ثم بعد ذلك يأتي في التلاوة ما يعرف بحسن الأداء. حسن الأداء معناه ضبط الأحرف. ما معنى ضبط الأحرف؟ التفخيم، الترقيق، المفخم والتركيب، يستطيع أن يخلص هذا الحرف من الآخر، اسمه حسن أداء. ولذلك قال ابن الجزري وكثير من المشايخ أو من شيوخنا لم يعطوا حسن الصوت أو لم يعرفوا يعني أو لم يكن لديهم حسن صوت وليس لديهم دراية بعلم الألحان اللي هي المقامات، ولكن على الرغم من ذلك أتاهم الله حسن الأداء فكانوا يأخذون بالمسامع وبالقلوب المجامع. يعني حينما يقرأ الشيخ وليس صوته يعني طيب أو ندي، ولكن حينما تكون الأحرف منضبطة يقرأ يأخذ المسامع، السمع يذهب إليه. لكن شخص ممكن يكون صوته جيد ولكن أحكامه غير جيدة، ماذا سنفعل به؟ هل نسمع صوت؟ لا، القرآن والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، أو من لم يصحح في نسخة أخرى، لأنه به الإله أنزل وكذا منه إلينا وصل. فهذا أمر هام ولا بد أن يؤخذ في الاعتبار. فانظر إلى حسن الأداء. ثم بعد ذلك يأتي ما يعرف بالاختيار. ما معنى الاختيار؟ هو التفاضل بين أمرين. الاختيار معناه التفاضل بين أمرين، ويرجع في عرف القراء إلى القراءة، هذا اختيار، أو الاختيار من بين المرويات التي قرأها الشيخ أو قرأها الطالب على الشيخ، يختار من مروياته شيئا يقرأ به. مثلا قرأنا على مشايخنا أحيانا أئمة
لفظ لا ده في القراءات يعني ايه بلاش ائمه. ناتي بحرف كسر المنفصل وتوسط المنفصل. بعض الشيوخ كنا نقرا بكسر المنفصل، مثال انا اعطيناك الكوثر، هذا ايه كسر المنفصل، لم اقل انا اعطيناك. شيخ يقرئني بهذا يقول لي خذ ختمه بالقصر فقط، هو معه اجازه بالقصر او يريد ان يعلمني القصر. شيخ اخر تذهب الي يقول لك وسط انا اعطيناك الكوثر. شيخ ثالث يقول لك ستجمع في الختمه بين القصر وبين التوسط، تقرا من سوره كذا الى سوره كذا بالقصر ومن سوره كذا لسوره كذا بالتوسط. فالشيخ الذي قرا على هذا بالقصر وقرا على هذا بالتوسط ثم اصبح له الاختيار ان يقرأ الطالب مره بالقصر ومره بالتوسط او يجمع بينهما، هذا يسمى بالاختيار. هذا يسمى بالايه؟ بالاختيار. ولكن هذا الاختيار لابد ان يكون فيه نص. ما معنى نص؟ اي نص روايه، اي تلقي، اي اخذها عن اشياخه، يعني تلقاها وتعلمها من مشايخه، هذا ما يعرف بالاختيار. يبقى الاختيار ينتقي بين مروياته. طيب احيانا في هذا الاختيار كانوا يعني بعض كان البعض ياتون الى المشايخ ويقولون نريد ان نقرا باختيارك انت، كما ذهب بعضهم الى نافع. نافع كان معه احرف كثيره لانه قرا على 70 من التابعين، 70. فكان حينما ياتي يقول له مثلا ايه نريد ان نقرا باختيارك انت يا شيخ، يعني ما الذي انتقيته بين هذه المرويات؟ انت معك كل الاحرف، معك حرف كذا وحرف كذا، نريد اختيارك انت. فيقول له اقرا هكذا. فهذا اسم اختيار الشيخ، ولكن هذا الاختيار ليس ابتداع، ولكنه تلقاها عن اشياخه. تلقاها عن من؟ عن اشياخه. هذا ما يعرف باختيار الشيوخ، ولكن لابد ان يكون هناك سند في هذا. ثم ياتي بعد ذلك ما يعرف بالمقرئ والقارئ. عندنا ايه؟ المقرئ والقارئ. المقرئ هذا من اخذ القراءات مشافهه واجيز بها وسمح له ان يعلم غيره، هذا اسمه مقرئ. اسمه ايه؟ مقرئ. يبقى المقرئ هو من اخذ القراءات ورواها مشافهه، يعني تلقاها عن اشياخه واجيز في هذا وسمح له ان يجيز غيره، هذا اسمه المقرئ. ثم ياتي بعد ذلك القارئ. ما هو القارئ؟ القارئ هو من حفظ القران عن ظهر قلب. القارئ من حفظ القرآن عن ظهر قلب، ولكنه على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أضرب: مبتدئ ومتوسط ومنتهي. يبقى القارئ إما مبتدئ وإما متوسط وإما منتهي. المبتدئ من أفرد إلى ثلاث روايات مرة أخرى، يعني مثلا قرأ إيه؟ قرأ رواية حفص، وقرأ رواية شعبة، وقرأ رواية ورش مثلا. هذه ثلاث روايات، هذا في عرفنا نسميه يا دروس مبتدئ. نسميه ايه؟ مبتدئ. طب واحد خد عاصم يعني شعبة وحفص، هنسميه بس كده ما نكملش الكلمة لأنه كبير. ها؟ يعني واحد قرأ عاصم فقط لا يعد مبتدئ، لأنه معه ايه؟ روايتان فقط. ده في اصطلاح القراءات عندنا. يبقى اللي معاه روايتين معه روايتان نسميه ايه؟ مبتدئ. مين بقى؟ تاء فقط. يعني كلكم قلنا كده مبتدئ، لكن هنا في مبتدئ، هنا اصبح في مبتدئ. طب المتوسط؟ المتوسط من افرد الى خمس روايات، هذا متوسط، نسميه في العرف القراءات متوسط. يعني ايه متوسط؟ يعني قرأ رواية البزي ورواية قنبل عن ابن كثير، ورواية شعبة عن عاصم، ورواية حفص عن عاصم، ورواية ابن وردان عن أبي جعفر، ورواية ابن جماز عن أبي جعفر. هؤلاء ست رواية. يبقى ده انتقل من المتوسط إلى المنتهي، بس لسه بقى أول الميم بتاعت المن، يعني ما اعتبرش منتهي. طيب أو شخص مثلا قرأ شعبة وحفص وأبو الحارث
والدوري عن الكسائي وإسحاق وإدريس، هؤلاء ستة نسميه فوق المتوسط، لا يعد منتهي، لأن ده هيبقى من مش منتهي، من فقط. طيب المنتهي بقى من علم القراءات وأخذها مشافهة، هذا منتهي، أخذ بقى القراءات العشرة صغرى أو كبرى، أخذ مثلا ست قراء، أخذ سبع قراء، هذا نسميه منتهي. يبقى دلوقتي عندنا قارئ وعندنا مقرئ، المقرئ هو الذي معه القراءات العشرة، يعني نلخصها في ذلك. القارئ على ثلاثة، القارئ يعني نسمي مثلا إيه هنا، القارئ من حفظ القرآن عن ظهر قلب، هذا قارئ. ولكن هو في تفصيل، مبتدئ يبقى ثلاث روايات، حفص وشعبة ومثلا قالون نسميه مبتدئ، متوسط كنا والمنتهي، خلاص هكذا التقسيمة. لكن انتم عندكم استاذ، تقولون استاذ عمر او استاذ داروس او الاستاذة مثلا مش عارف مين او الاستاذة، تعرفون هذا اللقب كبير جدا، اكبر من الشيخ، يعني لفظ الاستاذ اكبر من الشيخ والله. حينما ينعت ابن الجزري شخصا في النشر وكان الاستاذ كذا، هذا وصل الى المنتهى في هذا الفن، فن القراءات، وقال كان يقول الاستاذ سبط الخياط مثلا، هذا كان المتصدر المشهد في الدار المصريه انذاك، مؤلف كتاب الكفايه في علم القراءات، يقول الاستاذ، فكان ينعت به او ينعت بالاستاذ، لا ينعت بشيء، ويقول شيخنا كذا قال. لكن حينما يقول الاستاذ هذا بلغ مرتبه بعد الشيخ، انتم هنا ما شاء الله يعني تخطيتم الشيوخ ثم ذهبتم الى الاستاذ، استاذ 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 مش عارف مين استاذ، يعني ما شاء الله. فهذا في عرفنا، نحن نتحدث عن عرف القراءات، لا نتحدث عن الفولكلور او العادات والتقاليد واسلوب الحياه عندكم، نحن نتكلم يعني على العلم عندنا. فالاستاذ هذا ابن الجزري حينما ينعت في النشر يعني شخصا من القراء بالاستاذ، وصل المنتهى، منتهى في فن القراءات. فالحمد لله احنا عندنا بدل الاستاذ 100 استاذ و100 استاذه. طيب هذا بالنسبه للقارئ وبالنسبه للمقرئ. ثم ياتي بعد ذلك يعني كلمه اخرى وهي القراءه بالمعنى الخاص والرواية والطريق والوجه، نكتبهم. أستاذ عمر عندنا بالنسبة للقراءة بالمعنى العام بالمعنى الخاص، احنا اخذنا القراءة بالمعنى العام أليس كذلك؟ بالمعنى العام تحزيب، تربيع، تجزئة، تلقي، هذا هو ما يعرف بالقراءة بالمعنى العام. اما القراءة بالمعنى الخاص، القراءة ما نسب إلى أحد الأئمة العشرة، ما نسب إلى أحد الأئمة العشرة فهذا يسمى، تسمى قراءة. سريعا الأئمة العشرة يعني حتى تبقى معلومة، وإن شاء الله إن تبقى وقتا إن تبقى وقت عندنا سنتحدث عن تاريخ القراءات، ممكن نبقى نأخذ نبذة يسيرة عن كل قارئ وكل راوي ماذا يفعل ونتدرب سويا في المحاضرات. القراء العشرة نافع، بص انتبه، المدني، ابن كثير المكي، أبو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، عاصم الكوفي، حمزة الكوفي، الكسائي الكوفي، أبو جعفر المدني، يعقوب الحضرمي البصري، خلف العاشر أو في اختياره عن نفسه،
الكوفي. هؤلاء هم القراء العشرة. انظروا المدني، المكي، البصري، الشامي، الكوفي. هذه المدن التي خرج منها علم النبوة، المدينة المنورة ومكة والشام والبصرة والكوفة. وهذه هي المصاحف، لو تذكرتم المصاحف العثمانية التي توجهت إلى الأمصار، مصحف مكة، عبد الله بن السائب، مصحف المدينة كان زيد بن ثابت، مصحف البصرة عبد الله المغيرة بن شهاب، مصحف الشام كان عبد الله بن قيس، مصحف الكوفة كان أبو عبد الرحمن السلم الضرير يقرأ بهذه المصحف. هؤلاء هم القراء العشر التي يقرأ بها الآن، القراءات العشر المتواترة من الشاطبية والدرة. هذا ما يسمى بالقراءة. يبقى حينما نتحدث عن عاصم نقول نقرأ برواية عاصم أم بقراءة عاصم؟ بقراءة عاصم، لأن عاصم كما نرى قارئ، اسمه إيه؟ قارئ. طيب، ثم تأتي الرواية. الرواية كل من أخذ، كل من أخذ من القارئ، يعني لا يأخذ من هذا، يسمى عندنا راوي. يسمى ماذا؟ راوي. سأتي بالرواة. نافع ابن كثير، أبو عمرو ابن عامر، عاصم، حمزة الكسائي، أبو جعفر، يعقوب، خلف العاشر. كل من يأخذ من هذا سيسمى راوي. هنا مثلا عند نافع أخذ قالون ورش، هذا اسمه راوي. هذا وذاك، ابن كثير البزي قنبل، أبو عمرو الدوري السوسي، ابن عامر هشام وابن ذكوان، عاصم شعبة وحفص، حمزة خلف خلاد، الكسائي أبو الحارث الدوري، أبو جعفر ابن وردان ابن جماز، يعقوب رويس وروح، العاشر إسحاق إدريس. هؤلاء هم الرواة العشرون. انظر، كل هذا له وجه عكس الآخر، على الرغم أن الشيخ واحد. يعني مثلا نافع قالون ورش بينهم خلاف 3000 كلمة، على الرغم أن الشيخ إيه؟ واحد. ولكن مثلا شخصة أو طالبة جت قرأت معي حفص، شخص آخر قرأ معي كسائي. إذا تعددت المرويات عندك فأنت تستطيعين أو تستطيع أن تقرأ هذا وذاك، أليس كذلك؟ هو حينما أتى ورش من مصر عثمان بن سعيد قرأ حرفا عن نافع قد قرأه نافع على بعض أشياخه، على بعض أشياخه. واضح يا جماعة؟ البز وقنبل الاختلافات ليست كثيرة عن ابن كثير. الدوري والسوسي، الدوري نسبة لمنطقة في العراق والسوس نسبة لمنطقة، ده اسمه شعيب. وهشام وابن زكوان عن ابن عامر بواسطة، وكذلك شعبة. طب في واحدة أو شخص أو واحد يقول هل يا شيخ هؤلاء فقط هم من أخذوا عن القراء هؤلاء؟ لا، أخذ كثير عن هؤلاء القراء، ولكن الذي برز هم هؤلاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني كثر قرأوا على نافع، مئات قرأوا على الإمام نافع، ولكن الرواية التي صحت أو التي تناقلها الأشياخ
عنهم هو رواية قالون ورواية ورش. مفهوم؟ طيب، يبقى الرواية كل من أخذ من الايه من القارئ واضح. يبقى احنا نقول قراءة حفص ام رواية حفص؟ نقول ايه؟ رواية حفص. طيب مثلا رواية شعبة ام قراءة شعبة؟ رواية شعبة. يبقى نبقى في دقة في التعامل مع الألفاظ والمصطلحات، يبقى نقرأه برواية حفص. طب شخص يقرأ بعاصم تام، نقول نقرأ برواية عاصم بقراءة عاصم. واضح؟ طيب ثم يأتي بعد ذلك الطريق. الطريق ما هو الطريق؟ الطريق كل من أخذ من الراوي وإن سفل، يعني وإن نزل، هذا اسمه طريق. هذا اسمه طريق. طب نطبق على رواية حفص. حفص هذا، الطريقان الأساسيان له طريق عبيد ابن الصباح وعمر ابن الصباح، وليسوا بأخوين، مش إخوات. طيب عبيد ابن الصباح أخذ منه الأشناني، وعمر ابن الصباح نزل منه اثنان، كنبل الفيل وزرعان، والأشناني أخذ منه أبو طاهر والهاشمي. هذا ملخص الطرق لحفص. تجمع لهذا لحفص بالضبط بما زاده المحررون 58 طريقا، 58 طريقا لحفص. أنتم تأخذون من 88 طريق واحد، هو طريق الشاطبية. يعني كأنكم أهملتم 57 طريقا لا تعرفون عنها شيء. هذا بالنسبة للرواية. يبقى إذن هذا يسمى إيه؟ كل من أخذ هذا الراوي، هذا اسمه طريق. ولكن اختصارا، طب أين طريق الشاطبية؟ طريق الشاطبية نقطة هنا عند أبي طاهر، نقطة، ده طريق. يعني مثلا هذه طرق حفص، هذا طريق واحد هو طريق أبو طاهر. أمعكم الكتاب. يعني أبو طاهر انظري كم طريق فيه، 10 طرق، 10 إجازات. الشاطبية جزء من هذا، الشاطبية جزء من طريق كما ترون طريق أبو الهاشمي. طيب الصفحة التي تليها طريق أبو طاهر، نجعل هنا الهاشمي، الهاشمي ثم أبو طاهر. شوفي كل هذا خلاف، هذه إجازات، يعني كل طريق هذا بإجازة. أنتم في الصفحة التي قبلها تعرفون هذا الطريق الأول فقط، وهو أشهر طريق في العالم الإسلامي اللي هو طريق الشاطبية. انظر إلى الخلافات، وانظر إلى الخلافات على اليمين، وانظر في آخر السطر، هذا هو ما يعرف بالطرق. ثم يأتي بعد ذلك طريق أبو طاهر بطرق أخرى، 11. ثم يأتي بعد ذلك طريق الفيل، الفيل ننتقل إلى عمرو بن الصباح، نجد فيه طريق الروضة والمصباح، وهذه من أشهر الطرق في العالم الإسلامي على قصر منفصل، طريق الروضة لابن المعدل، وإن كان في كلام فيه نبقى نتحدث إن شاء الله، وطريق الفيل عن طريق المصباح.
ثم يأتي بعد ذلك زرعان، وزرعان هنا بالزاي ولكن في خطأ مطبعي، هما كتب زرعان هكذا خطأ، هو زرعان بالزاي وليس بالذال، هو مكتوب عندكم بالذال، هو زرعان وليس ذرعان. هذه هي الطرق إن شاء الله يبقى لينا وقفة معها وشرحها إن شاء الله. طيب، يبقى احنا حينما نتحدث عن حفص من طريق الطيبة يبقى بنتحدث على كم طريق؟ ولذلك حينما نتلقى مع بعض الشيوخ نقول مثلا عندك من الطيبة في آية مثلا الله وآت ذكرني والآن، عندنا الإبدال والتسهيل، والإبدال يأتي على جميع الأوجه، أما التسهيل لا يأتي على قصر منفصل، وإن شاء الله سوف نحدد ما الذي يمتنع على قصر منفصل. إذا كنت أقرأ بقصر منفصل يمتنع عندي أمور سنذكرها إن شاء الله. أنا نسيت إن شاء الله نتحدث عنه. يبقى علمنا الآن أن هناك في قراءة ورواية وطريق، عرفنا الفرق بينهم، ثم يأتي بعد ذلك الوجه. الوجه هو ما يخير فيه القارئ، هو ما يخير فيه القارئ. مثال: الحمد لله رب العالمين، يجوز في العالمين قصر وتوسط وطول مع السكون المحض، هذا يسمى أوجه اختيارية، أوجه اختيارية. مثلا أما نأتي في كلمة مثلا الحمد لله الرحمن الرحيم، الرحيم فيها 2 4 6 قصر وتوسط وطول، وفيها وجه اسمه الروم، الرحمن الرحيم آتي بثلث حركة، ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنول في الشاطبية، وقال في الجزرية في آخرها بعد امرئ وامرأة اثنين وامرأة واسم مع ستين، وحاذر الوقفة بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا إذا رمت فبعض الحركة، والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل، ده من الشاطبية. يعني تقول مثلا في نستعين، نستعين وتضم حنكك أو تضم حنكك زي تأمن أو تأمن، فيها أداءان في الإشمام، يعني ممكن تأمن أو تأمن، يعني ممكن يبقى الإشمام مع الغنة وممكن بعيد الغنة. مع الغنة رأي المتأخرين برهان الدين الجعبري، بعيد الغنة رأي أبو عمرو الداني المتقدمين، تأمن ده رأي أبو عمرو الداني والشاطبي وملك بن أبي طالب القيسي، اسمه المتقدمين القدام يعني. رأي المتأخرين برهان الدين الجعبري قال لك لا، الإشمام مع الغنة، ما لك لا تأمن على يوسف، والأداءان صحيحان. طب افرض واحد مش عارف غير لا يعرف إلا أداء واحدة، ما لك لا تأمن، وهذا ما يبدو أنكم تعلمتم هذا الوجه فقط، تأمن على يوسف، أليس كذلك؟ لم تأخذوا الوجه الآخر، تأمن، صح؟ هذا يعني ما يفيد القارئ اللي هو يعني يكثر من الشيوخ من الأشياخ حتى يتعلم من هذا وذاك، فتأتي عنده الاختيارات، يعني يأتي عنده هذا ويأتي عنده ذاك، فالأولى والأفضل والأحسن أن يأتي الطالب بكل هذه الأوجه على أشياخه حتى يكون معه مرويات كثيرة، ويستطيع بعد ذلك أن يقول أنا أختار، أنا قرأت على شيخ هذا بهذه الكيفية وهذا الشيخ بهذه الكيفية وأنا أختار كذا، فهو له الحق. لماذا؟ لأنه أخذ هذا بسند، تفهمون؟ هذا هو الوجه. يبقى الوجه هذا يعتبر أمور دراية، يعني أمور أنا مخير فيها. ثم يأتي بعد ذلك ما يسمى بالخلاف الواجب والخلاف الجائز. ما هو الخلاف الواجب؟
الخلاف الواجب هو عين القراءات وعين الروايات وعين الطرق، هذا اسمه خلاف واجب. يعني مثلا حينما تأتينا في كلمة كل الذكرين حرم، أقول لك إيتي أو أقول لك إيتي بوجه الإبداء التسهيل، قل الذكرين، مش أها ولا أآ ولا أآ ولا أها، الذكرين الذكر شمتها الذكرين. هذا الوجه اسمه خلاف واجب، لأنه خلاف طرق، اسمه خلاف إيه؟ واجب. ثم يأتي بعد ذلك خلاف جائز. الخلاف الجائز الذي أخير فيه كأوجه العرب للسكون اسمه خلاف جائز، يعني يجوز أن أقول الحمد لله رب العالمين العالمين العالمين. ثم يأتي بعد ذلك مصطلح آخر وهو الخلف. الخلف ده يا شيخ عمر اللي هو البربيدة، بربيدة عارفينها البربيدة، اسمه بربيدة، اسمه إيه؟ بربيدة، اسمه الخلف. يعني مثلا إيه عندنا لحفص والله يقبض ويبسط، وعندنا ويبسط عندنا سين وصاد، السين من الشاطبية والسين والصاد من الطيبة اللي هي إيه؟ 58 طريق. يعني عندي لحفص من الطيبة سين وصاد، الشاطبية سين فقط، هذا اسمه خلف. خلف يعني بربيدة، خلف يعني إيه؟ بربيدة، ماشي؟ طيب بعد ذلك يأتي مصطلح التجويد. مصطلح التجويد يعني في اللغة التحسين وفي الاصطلاح إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. إعطاء كل حرف حقه يعني المخرج والصفة، ومستحق الحرف الصفات العارضة التي تأتيه تارة وتفارقه تارة أخرى، هذا هو التجويد. وكيل التجويد هو معرفة المخارج والصفات والأداء والتركيب عند المرادي، هذا هو التجويد. التجويد أربعة: مخارج، صفات، تركيب، أداء. تركيب يعني كمبار، اسمه كمبار يا شيخ عمر؟ كمبار إيه؟ كمبار جمبار، المهم يعني اسمه تركيب. يعني إيه التركيب؟ إن حرف مركب وحرف مفخم وحرف مركب وحرف مفخم، هذا اسمه تركيب. حص ح ص مطهرة، هذا اسمه تركيب، حرف مركب ومفخم ومركب ومفخم، ماشي، اسمه التركيب. المخارج والصفات اللي هي علم الفونولوجي، فوناتكس، علم الصوتيات. بعد ذلك يأتي الأداء. الأداء اللي احنا تحدثنا عنه أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، ماشي. بعد ذلك في بقى كلام جميل قوي في تعريف التجويد، كلام لأبي عمرو الداني وكلام للإمام ابن الجزري. تترجم؟ تحب تترجم؟ نتوقف هنا لغاية بس الأستاذ يترجم الجزء دي، ونتكلم على آخر حاجة التجويد عند ابن الجزري ونتوقف. قلت الربع. من الذي مربع؟ كنا هذا كان في عهد في الحجاج بن يوسف الثقفي، وكيل في المئة الرابعة من الهجرة، كيل في المئة الرابعة. يا شابين مبارك الله عنه الذي ربوه من الهزبين الحجاج بن يوسف، أليه ما تقنف على تقول البطرة الرسالة، كيل في المئة الرابعة من الهجرة، البطرة الرسالة هجرية. كمديان kalau para sahabat itu membaginya 5 ayat sebagai tanda hal ayat. Berikutnya al-qira'ah dengan makna khas, yaitu qira'ah yang qira'ah mutawatirah, ya, qira'ah dengan makna khusus. Kemudian tilawah itu artinya membaca secara mandiri, membaca secara mandiri. Tadi saya menegaskan, siapa yang membaca 5 ayat dalam sehari
majlis dalam sehari maka dia tidak akan lupa, yaitu dengan memperbanyak tilawah Quran dalam ketika kita beraktivitas. Kemudian jumlah ayat, ada yang mengatakan kalau dalam riwayat Al-Kufi sekarang 6236, ada riwayat lain mengatakan 6221. Apakah itu menunjukkan ayat Al-Qurannya itu berkurang? Bukan. Jadi ayat Al-Qurannya tetap, yang diperselisihkan itu apakah Rasulullah berhenti di sini dan itu termasuk dihitung satu ayat. Contohnya misalnya pada surat Al-Fatihah sendiri, pada ayat tadi boleh contohkan Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lilmuttaqin, ini kemudian terjadi perbedaan di manakah yang menjadi waqaf dan di manakah yang menjadi akhir ayat. Ketika terjadi perbedaan yang mana menjadi akhir ayat, maka ini kemudian melahirkan perbedaan pada jumlah ayat. Kemudian al-ada itu terkait dengan cara membaca. Tulisannya begitu, afala wa fima dan seterusnya, tetapi cara membacanya seperti apa? Apakah afala, afala dan seterusnya, wama, wama dan seterusnya, apakah begitu cara bacanya atau bagaimana? Dan ini tidak kita ketahui kecuali dengan ada, yaitu apa? At-talati al-afwah al-syah. Kita langsung belajar dari syekh. Kemudian riwayat. Nah, riwayat ada beliau membedakan tadi antara qiraat dan riwayat. Kalau qiraat itu ada 10 yang membaca Imam Nafi dan ya, Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr, Asim, Hamzah, Al-Sa'id, Ibnu Ja'far, Ya'qub dan Khalaful Akhir. Sementara kalau riwayat itu adalah setiap yang meriwayatkan, Nafi pada dua, Qawli dan Warah, Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan Qurbul, Ibnu Amir, Hisyam dan Ibnu Tadwan, Abu Amr, Syami, itu Ad-Duri dan As-Susi, dan seterusnya. Kemudian kalau Asim itu Hafiz dan Syu'bah. Jadi ketika kita menyebut Asim itu berarti qiraat Asim. Sementara kalau ketika kita menyebut Hafiz itu berarti kita sebutnya riwayat Hafiz. Ya. Qiraat Asim, riwayat Hafiz. Qiraat Ibnu Katsir, riwayat Al-Bazzi. Qiraat Nafi, riwayat Qadun. Kemudian tariq. Tariq itu adalah jalur periwayatan. Jalur periwayatan itu ada banyak sekali. Untuk hafiz saja itu ada 858 jalur periwayatan. Yang masyhur adalah lewat jalur Syafi'iyah. Sementara yang 57 lainnya itu hampir-hampir kita tidak tahu tentang 57 itu. Kemudian al-wajh. Al-wajh itu adalah model atau cara baca yang seorang qari bisa memilih membaca dengan bacaan yang mana dalam hal ini. Kalau di sini boleh dicontohkan seperti membaca basmalah antara dua surat, kemudian antara a'udzu dan basmalah dan seterusnya. Kemudian muttasil dan munfasil. Munfasilnya akan dibaca 2, 4 atau 6, itu wajib dia dan itu dia punya ikhtiar di situ. لا المنفصل ليس باختيار، المنفصل يعتبر طريق. لا 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 الاختيار، لا الاختيار ده عين الرواية. يعني عين الرواية يعني مش أنت تأتي مثلا تريد أن أقرأ بالقصة أو توسط، لكن هذا يعتبر من الرواية. يعني هو اختيار بس هو يعتبر رواية. حتى لا يظنهم أن وجه، يعني هناك فرق بين الرواية والوجه. أوكي تادي أنا بقول لك contoh mutasil dan munfasil tadi itu masuk dalam riwayat gitu ya. Masuk dalam riwayat. هذا البند بند الروايه والطريق. ولكن هو اختيار. Kemudian berikutnya adalah al-muqri. Al-muqri itu adalah orang yang membaca Al-Qur'an, yang paham tentang cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan menerima secara musyafahah dari syekh, dan dia mendapatkan ijazah untuk mengajarkan orang lain. Kemudian kalau qari, namanya qari itu adalah orang yang hafal Quran.
Or itu bukan membaca tapi hafal. Tingkatannya ada tiga. Yang pertama muqtadi. Muqtadi. Muqtadi itu standarnya kalau dia menguasai tiga riwayat. Menguasai tiga riwayat. Tiga riwayat itu kalau baru satu asim saja itu berarti belum juga muqtadi gitu ya. Tadi itu هذه من عند الشيخ وليس من علم القراءات اقول لهم جد ايوه كم قال لي saya yang dari sering mengira gitu ya. Kemudian yang mutawassit. Mutawassit itu kalau sudah punya 4 riwayat, bukan 4 qiraat tapi 4 riwayat sampai 5 riwayat. Kemudian yang berikutnya yang muntahin itu yang sudah qiraat asraf dengan jalur periwayatannya. Berikutnya ahlul adat. Qulna ahlul adat hum ahlul qiraat. Ahlul adat adalah ahlul qiraat, para ahli qiraat ya, dan bisa memahami dan membacakan orang lain, memiliki ijazah dalam hal ini. Ijazah qiraat pertama. Mereka sangat teliti dan amanah dalam meriwayatkan. Berikutnya jihadul adab atau jalur riwayat atau jalur bacaan, jalur bacaan yaitu yang mereka terima dari syekh-syekh sebelumnya. Berikutnya husnul adab. Husnul adab tahaddatsna anhu kalam Ibnu al-Jazari. Husnul adab kalimat Ibnu al-Jazari tadi yaitu kebaikan atau kebenaran dalam pengucapan. Ibnu al-Jazari berkata, telah kami dapati dari guru-guru kami, mereka tidak memiliki suara yang indah, juga tidak memahami bagaimana nada-nada suara, tetapi mereka baik dalam pengucapan dan benar-benar membaca huruf. Maka ketika mereka membaca, itu mereka mampu menggetarkan, mampu masuk ke dalam apa, mampu orang atau orang bermasalahnya membuat orang yang mendengarkan itu menikmati dan langsung masuk ke dalam hati. Dalam satu riwayat itu atau qari atau qari misalnya itu memiliki beberapa riwayat, maka bacaan utama itu disebut dengan al-muqaddam ala. Ayo, baik, خلاص خلاص اكمل انا كمل خليها معي كده خليك قاعد معايا بقى خليك قاعد هنا اتفضل. واحد ما هو تعلم ابن المقامات؟ الثانية هل يجوز جمع مقدارين في قدر قصير كما عرفنا في القصر فويك القصر وفي توسط وفويك التوسط قصر وتوسط وفويك وتوسط وفويك التوسط ثم ثالث استنى لحظة بقى ها هل نفس الشخصين هل نفس الشخصين شخصين خلاف في الراوي وماذا الراوي الآخر والطريق لا الخلاف يعني بين الراويين نفس الشخصين بمعنى يعني حفص مثلا قارئ الراوي يأخذ عن القارئ لا أقصد كما عرفنا في اسمه خلف خلف لا خلف في قارئ خلف العاشر أقول خلف العاشر أو خلف اختياره عن نفسه في روايته عن حمزة ثم اختياره لنفسه بقراءة أخرى اللي هو خلف العاشر وأصبح والعاشر البزار وهو خلف عنه إسحاق إدريس معه يعرفه ألا كده في الطيبة أنت تريد هذا غياك طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. طب نتحدث عن التجويد ولا نجاوب على هذه الأسئلة؟ نعمل ايه؟ طيب، بالنسبة للمقامات، المقامات هي عبارة عن الألحان الموسيقية، وهي مجموعة المقامات في 7 مقامات رئيسية صنع بسحرك. هذا بعيد عن التجويد، هذا دخلنا في السيكا والنهواند. صنع بسحرك، صنع مقام اسمه الصبا، النون النهواند، العين العجم، الباء البياتي، السين السيكا، الحاء الحجاز، الراء الرست، الكاف الكرد. هذه هي المقامات 7 الرئيسية. هذه المقامات اختلف العلماء هل يجوز القراءة بالمقامات الموسيقية؟ ما معنى المقامات الموسيقية؟ هذه يعني يتعلمونها في السلم الموسيقي، يعني العود، الآلات الموسيقية، يعني مثلا البيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسمه بيات. ثم تجد مقام فرح، يعني النهواند اسمه مقام فرح. لكن أنا لما أتعلم المقامات، ولكن يعني أحب أن أستمع للمقامات، وخاصة للمشايخ القدامى، لا أستمع لأحد من يعني. ويعني كبير المقامات وهو لم يتعلمها الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى من الديار المصرية، هو أعظم من قرأ بالمقامات، لم أجد مثله شيخ مصطفى إسماعيل. ومن أراد الحفلة يعني يقرأ، يسمع حفلة له، حفلة سورة الحقة، يفعل أعاجيب هذا الرجل. وفي سورة القمر رحمه الله تعالى، متوفى في عام 1978 ميلاديا. المقامات الموسيقية أنا لا يعني على يعني الأمر الشخصي لي، يعني لا أحبذ أن يتعلمها. وحينما يأتيني أحد يسألني عن المقامات، يا شيخ أريد أن أذهب أن أتعلم المقامات الموسيقية، أقول له لا، فالقرآن أجل من هذه المقامات. يعني القرآن أجل أن تذهب وتتعلم مقامات موسيقية حتى تطرب المسامع. إن انتبهت لكلام ابن الجزري، قال كثير من مشايخنا لم يكن له لديه بالألحان، ولكنه أعطي حسن الأداء. يعني ما معنى حسن الأداء؟ الأحكام التجويدية منضبطة، فكان يأخذ بالمسامع ويجمع القلوب، على الرغم أن صوته ليس بجيد، ولكن أحكامه منضبطة. فالمشكلة كلها في المقامات الموسيقية، إن في الغالب اللي بيسير على المقام لابد أن يرعد الصوت، لابد أن يعني يمد في موضع لا يجوز فيه المد، أو يزيد في مقادير المدود. المدود لها مقادير، فأحيانا لكي يغلق المقام، ولا الضالين، يعمل إيه؟ العرب دي اسمها عرب في علم المقامات، اسمه عرب. أو يبدأ حاجة اسمها في حاجة اسمها المقام، وفي حاجة اسمها الجواب، وجواب الجواب. الجواب الجواب اللي هو يزعق قوي، هذا أعلى شيء، اللي هو يجيب أعلى طبقة في الصوت، اسمه جواب الجواب. وفي الأول المقام كنت عاوز أفتكر المصطلح لكن لا يحضرني. المهم يبدأ يعني إيه هادئ، ثم جواب هادئ، ثم جواب، ثم جواب الجواب. ولكن مشكلة المقامات كما أوضحت أنه سيقع لا محالة في ترعيد المد وترعيد الصوت، تجد الصوت نفسه في المد يتحرك منه، يقطع المد. لكن الشيخ مصطفى إسماعيل الله يرحمه رحمة الله عليه، حينما يعني كان في حياته يعني في إذاعة القرآن الكريم عندنا في مصر، كان الشهر الماضي كانت ذكراه الله يرحمه،
فكان يحكي عن نفسه. أنت ممكن تكتب على اليوتيوب قصة حياة الشيخ مصطفى إسماعيل، فكان يقول أنا لست أدري بهذه المقامات، كان ليس لديه علم بالمقامات، ولكن حينما يقرأ يقول له السميع، أنتم سميع، هذا مقام حجاز، هذا رزد، هذا كذا، هذا كذا، لدرجة أن احنا عندنا في مصر كان واحد يسمى محمد عبد الوهاب، هذا زعيم الموسيقيين في مصر، حينما قرأ الشيخ مصطفى إسماعيل قال له الله أكبر، لقد أتيت بما عجزت عليه الآلات الموسيقية، يعني جاب مقام الآلة الموسيقية ما تجيبوش، لا تأتي به. محمد عبد الوهاب كان يسمع للشيخ مصطفى إسماعيل وهو موسيقار. يبقى إذن المقامات صراحة أنا متحفظ عليها، وحينما وجد الإمام مالك رجلا يقرأ بالتطريب هكذا العالمين كده، قال إنما يفعلون هذا من أجل الدنانير، هم يفعلون ذلك لماذا؟ لتحلية هذا، وحينما يكون هذا جميل السعر يزيد، السعر يزيد، سعر الشيخ يكون عالي، ليه؟ الشيخ ده صوته حلو، الشيخ ده كذا، يأتوا به في المساجد الكبيرة، بدل ما يكون في كلاتن لا يروح سول، بدل ما يكون في سول يروح جاكرتا، بعد ما يروح جاكرتا يروح الجامع الكبير، فهذا ايه؟ بيعلي السعر، إلا ما رحم ربي. فالإمام مالك شوف متوفى في 100 من الهجرة، قال إنما يفعلون ذلك من أجل الدنانير. لماذا تفعل هذا؟ ما نيتك؟ ما نيتي؟ ما نيتك أن تتعلم المقامات الموسيقية؟ اقرأوا القرآن بلحون العرب، وإياكم ولحون الفسق، وإياكم ولحون أهل الفسق، هذا حديث فيه ضعف. ابن حجر العسقلاني قال لا بأس بتعليم هذه المقامات، ولكن بعض الأئمة الآخرين قالوا لا يجوز، وكما أشرت الإمام مالك. هذا يعني جزء، لكن إذا تحدثنا سوف نتحدث كثير على مسألة المقامات، لكن أنا عن نفسي الشخصي أحب أن أسمع الشيخ وهو بيقرأ بالمقام، يعني المسامع تأخذني صراحة. لكن حينما يسألني شخص أريد أن أتعلم أقول له لا، لماذا تتعلم هذه المقامات؟ يقول حبروا القرآن، حبروا القرآن يا شيخ، التحبير بالأحكام التجويدية، حبر القرآن بالأحكام التجويدية، هذا هو التحبير، هذا هو التحسين، هذا هو التزيين. لحبرته لك تحبيرا حينما سمع رسول الله أبا موسى الأشعري قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، حبرته لك تحبيرا يعني زينته لك تزيينا. التزيين مش اللي هو يذهب لتعليم المقامات، هذه واحدة. بالنسبة للجمع للمدود، مراتب المدود عند حفص بالنسبة للمد المنفصل، وهذا ما سوف كن يعني سنتحدث عنه في طرق حفص، أن حفص في المد المنفصل فقط له 4 مراتب، قصر وفويق القصر وتوسط وفويق التوسط، حركتان، 3 حركات، 4 حركات، 5 حركات، والمعمول به حركتان 4 5 في الغالب، وفي الغالب كمان 2 و4، وهذا ما عليه ابن الجزري، هذا اختيار ابن الجزري، يعني ابن الجزري كان له اختيار في مسألة المدود لحفص أو لعاصم، قال وأختاروا بمن له مرتبة الفويق القصر أختاروا له بالأربع، ومن كان له مرتبة فويق التوسط أخذ له بالأربع، يعني كأن المراتب عند ابن الجزري، وإن يعني إحنا خدنا بالطيبة، يعني معانا القراءات 10 الكبرى، الكبرى دي فيها 2 و3 و4 و5 و6، ولكن عند التلقي ونحن نتلقى عن الشيوخ مرتبة القصر والفويق القصر والتوسط، كنا لا نأخذ بمرتبة فويق القصر 3 ولا مرتبة فويق التوسط اللي هي 5، كنا نقرأ قصر توسط طول حسب الرواية اللي احنا بنقرأ بها. ولكن إذا أراد شخص لا بأس، ولكن معظم أهل الأرض الآن أو كل أهل القراءات يقرؤون بهذه المراتب، قصر توسط إشباع، مراتب الفويق القصر وفويق التوسط قليلا الذي يقرأ به، وضبطه يكون صعب. ثم بعد ذلك مسألة العاشر، خلف العاشر وخلف عن حمزة، خلف عن العاشر هو خلف عن حمزة بواسطة سليم، وحمزة ما أسكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. سليم هو الواسطة ما بين خلف وخلاد وحمزة.
خلف العاشر هل له شيخ واحد؟ لا، قرأ على سليم وعلى غير سليم. يعني خلف العاشر نفسه قرأ على عدة إيه؟ شيوخ. أنت مثلا قرأت على عدة مشايخ كما أشرنا، هذا بالقصر هذا بالتوسط. خلف العاشر في أخذه عن حمزة من طريق سليم قرأ بإشباع المنفصل وإشباع المتصل. قرأ على بعض الأشياخ الآخرين، وترجع هذا في كتاب نهاية غاية النهاية لابن الجزري وكتاب طبقات القراء للذهبي، ستجد أشياخ خلف غير سليم. فهو كأن خلف عمل اختيار له، هو إيه؟ توسط المنفصل وتوسط المتصل، أربع وأربع، على الرغم أنه في قراءته على حمزة على سليم عن حمزة قرأ بماذا؟ بإشباع المد المنفصل وإشباع المد المتصل. وفي الغالب قراءة خلف العشر لا تخرج عن قراءة الأهل صحبة شعبة وحمزة والكسائي، لا تخرج عن قراءتهم إلا في حوالي ثلاثة أحرف في القرآن، دري يعني أصله يقرأ دري اللي هو خلف اللي هو الحمزة، يعني هو قرأ دري كحفص، توقد يوقد قرأ كحفص، وفي كلمة أخرى تحسب أو يحسب. هذه ثلاث كلمات خرج فيها خلف العاشر عن قراءة صحبة شعبة وحمزة والكسائي، لكن كل قراءته لا تخرج عن قراءة الكوفة. يعني خلف العاشر لا تخرج قراءته عن قراءة الكوفة أبدا، يعني لا يتفق مع المدني أو يأتي بحرف مخالف لعاصم وحمزة والكسائي. هذا بالنسبة للمقامات وبالنسبة لمراتب المدود وبالنسبة لمسألة العاشر وهذا الاختيار، وهذا ما سميناه أو ما سماه العلماء بالاختيار. فضل عصر لهم حاجة، نتوقف عند التجويد، نبدأ المحاضرة القادمة إن شاء الله عن كلام، وإن كنت يعني أريد لدى كوميت كميت لدى كوميت عشان بتعذب فيها، بس إن شاء الله نتحدث فيها في مسألة تقعير اللسان، تقعير اللسان اللي هي لدى كوميت كميت، يقول مثلا إيه جلاس جلاس هكذا، مثلا يقول إيه مثلا الله الله كده على لا لا، هم يقولون المعظم لا، اسمه ده تمضيغ اللسان. تمضيغ اللسان معناه في اللغة الإندونيسية لدى كومات كميت، ونتحدث عنها المرة التالية. Tadi pertanyaan beliau tentang dan tiga tentang makomah tadi, intinya beliau mendengarkan juga ketika ada yang baca dengan makomah itu ya, dengan lagu ada berapa lagu tadi sunnya abisnya baik soma nahwan bayati hijaz ros kurdi dan seterusnya, dan favorit beliau Syekh Mustafa Ismail. Syekh Mustafa Ismail enggak belajar semua ini. Cuma itu beliau keluar dengan memang beliau baca biasa, tapi kok orang menilai ini Bayati, ini menilai Ros, ini menilai yang lain. Kemudian kalau ada yang mau belajar, enggak. Quran jauh lebih mulia daripada cuma untuk dilagu-lagukan seperti itu. Karena orang yang melagu-lagukan Al-Quran itu perlu ditanya niatnya apa. Seperti kata Imam Malik, banyak yang melakukan itu hanya untuk cari duit. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi tingkatan mak kasar dan tawasud, itu sebenarnya ada empat tingkatannya. Ada kasar, waikur kasar, tawasud, waik tawasud. Teorinya begitu. Tapi kalau yang riwayat yang beliau terima dan masuk di alam islami itu ada tiga saja, yaitu kasar, tawasud, dan kul atau isma. Kemudian tentang khalaf, imam khalaf. Imam khalaf ini kalau sekaligus kori gitu. Beliau itu kiraat sekaligus riwayat gitu. Kiraat itu maksudnya beliau sendiri punya kiraat sendiri. Sementara secara rawi, sebagai rawi beliau meriwayatkan dari Imam Hamzah. Tetapi tidak langsung. Ada seorang rawi namanya Sulaim. Bedanya contohnya kalau yang riwayat beliau dari Imam Hamzah, beliau baca isba',
untuk makna mutasil dan mutasil itu beliau baca 6 harakat. Tapi kalau baca bacaan beliau sendiri itu bacanya 4 harakat. Nah itu salah satu contohnya. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena beliau itu belajarnya banyak, ya. Beliau belajarnya banyak dan akhirnya dari banyak guru-gurunya itu beliau memilih ini yang terbaik. Makanya ada riwayat dari Hamzah dan ada riwayat dari pilihan beliau sendiri. Sehingga kemudian beliau ditempatkan sebagai salah seorang qori dari ulama yang tersepuluh. Demikian kita sampai di sini dulu. Kemudian setelah ini yang muhafid kita sholat, kemudian dilanjutkan kembali tahsin jama'i khusus untuk para muhafid, ya, untuk para muhafid tahsin jama'i di rumah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.